في شأن التربوي وتحضيرا للموسم الدراسي المقبل، أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم بولاية مستغانم على ندوة الوطنية لتنفيذ المخطط العملياتي للدخول الدراسي المقبل بحضور مديرية التربية لولاية الوطن. وبخصوص مستجدات الدخول المدرسي المقبل، أبرز بالعابد أنه سيعرف استكمال إجراءات تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي في السنة الخامسة، كما سيتم في الطور نفسه تقليص عدد المواد مع الاحتفاظ بالمواد المتعلقة بالهوية الوطنية وتعميم التعليم التحضيري للوصول به إلى نسبة 100%. سيتم تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية باللوحات والكتب الرقمية لنصل إلى 5000 مدرسة مجهزة. تعميم التعليم التحضيري 100%، وهو الذي لم يتجاوز في السابق نسبة 56%. استحداث 4 ثانويات جهوية للرياضيات بكل من ولاية وهران وقسنطينة وبشار وورقلة. إطلاق المدرسة الجزائرية الافتراضية لأبناء الجالية بالخارج. توظيف 292 أستاذا للتعليم الثانوي كأول دفعة متخرجة من المدرسة العليا لصم البكم التي قررها وجه السيد الرئيس.